يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مشوارنا الصباحي صح. اهلا وسهلا بكل اللي عم بيتابعونا من مختلف المدن الاردنيه عبر هوا راديو روتانا وشاشه عمان تي في. ان شاء الله يا رب تكونوا ارتحتوا بعطله نهايه الاسبوع وجاهزين اليوم لتبداوا اسبوع جديد بهالظروف الاستثنائيه وبظروف غير طبيعيه. واكيد احنا معاكم من هلا لغايه الساعه 2. اليوم ناديه ما رح تقدر تكون موجوده لظرف طارئ، ولكن ان شاء الله أنا معاكم بهالساعتين. بالساعة الأولى رح نستعرض آخر الأخبار اللي صارت خلال الأيام الماضية فيما يخص معركة فيروس كورونا أو معركة الأردن ضد فيروس كورونا. يوم الأحد كان من المفروض أن تعود الحياة نوعا ما إلى طبيعتها في عمان وفي عدد من المدن الأردنية. كان من المتوقع السماح لجميع المركبات بالتنقل بحرية بين الساعة 8 صباحا والساعة 6 مساء، ولكن بسبب الالتزام المفقود من قبل البعض تم تعديل القانون. ومعالي أمجد العضايلة أعلن بأنه الطرق ستعود للعمل بنظام الفردي زوجي، ويمكن هاي كانت أول خطوة لإعادة ضبط حرية الحركة في الشوارع الأردنية بعد ما كنا سعداء جدا بالحالة الصفرية اللي تكررت لعدد من الأيام المتتالية. وطبعا فرحنا، عرفنا بأنه هذا ليس انتصار كامل ضد فيروس كورونا، ولكن كان في حالة من الفرح والأمل والترقب لعطلة عيد الفطر السعيد، أنه قد تكون هذه العطلة خالية من فيروس كورونا، ممكن أننا نقدر نعيد والحياة ترجع إلى طبيعتها. ولكن كما ذكرت بسبب الالتزام المفقود من قبل بعض المواطنين، ما بدي أسمي وأقول فئة معينة، ولكن الفكرة من الموضوع واللي إحنا كنا عم نحكي فيه من أول يوم، طبعاً عم نحكي فيه بناء على توجيهات الدولة وبناء على توجيهات معالي وزير الصحة، بأنه المعركة طويلة والمعركة بدها نفس وبدها التزام. ولما بنطلب من مواطن معين أنه يوقع تعهد خطي بالالتزام بالحجر المنزلي، كل هاي الأمور بدها مسؤولية وبدها جدية وبدها التزام حقيقي من قبل الفرد. ودائماً كانوا بيحكوا بكل إيجاز صحفي بأنه إحنا نراهن على وعي المواطن، وأنا مع هاي العبارة لأنه في عدد كبير من المواطنين ملتزمين واعيين حاسين بقدر كبير من المسؤولية، عارفين بأنه حريتهم تنتهي عندما تؤثر على حرية الآخر، عارفين معلومات طبية عديدة عن فيروس كورونا وعن سرعة انتقال هذا الفيروس وسرعة انتقال العدوى. فلهيك التزموا منازلهم. إحنا على الهواء مباشرة في عدد كبير من المستمعين والمشاهدين اللي بيتواصلوا معنا بيحكوا لنا إحنا صلنا 56 يوم ما طلعنا من بيتنا، أنا ما رحت شفت والدتي لأنها مسنة وأنا خايف أعديها وما إلى ذلك. ففي عدد كبير من الناس الملتزمين، ولكن الأشخاص الغير ملتزمين، ولأنه فيروس كورونا هو فيروس خبيث وخطير والعدوى سهلة جدا، شخص واحد لما ما يلتزم عم بيرجع الدولة الأردنية عدة خطوات إلى الوراء. فإحنا اللي منتمنى واللي دائما مناشد فيه بأنه حس المسؤولية لازم يكون عنا عالي، حتى لو أنت عرفت عن شخص طلب منه أنه يحجر نفسه منزليا وما التزم، اليوم صار في عندك فرصة أنك تبلغ عن هذا الشخص لتحمي نفسك، لتحمي الأردن، لتحمي كل الناس الملتزمين. ورح نحكي طبعا عن مجموعة من الإجراءات الحكومية اللي تم اتخاذها خلال الأيام الماضية لضمان السيطرة على البؤر الساخنة اللي للأسف كشف عنها خلال الأيام الماضية. شاهدنا طبعا خلال بداية الأزمة ضد أو مع فيروس كورونا عدد كبير من التطبيقات وعدد كبير من المنصات اللي أعلنت عنها الحكومة للتأقلم مع الظروف الاستثنائية اللي عم نعيشها. ومؤخرا سمعنا عن تطبيق جديد أطلقه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالتعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية جمعية إنتاج. تطبيق ذكي يتيح للمواطن الإبلاغ عن أي تجمعات أو فعاليات اجتماعية وغير اجتماعية يمكن أن تزيد من احتمالية نقل عدوى مرض كورونا المستجد. وطبعا بحسب ما ذكرت جمعية إنتاج، التطبيق الجديد يحمل اسم سيرة دار،
ويمكن تحميله عبر المتجر الإلكتروني للهواتف العاملة بنظام الأندرويد من الجوجل بلاي. وأيضا قريبا جدا سيتم الإعلان عن أو إطلاق النظام على هواتف الآيفون أو التابعة لأبل عن طريق الأب ستور. وأيضا هذا التطبيق سيكون حافز لعدد كبير من الأشخاص أنهم يلتزموا، لأنه إحنا بنعرف بأنه أنت لما بتبلغ عن شخص أو عن أي تجمع اجتماعي، أنت هون ما عم بتكون عم بتأسفن أصدقائك أو عم بتأسفن جيرانك أو أقاربك، بل العكس أنت بتكون عم تحميهم لأنه أنت وعيك أكثر منهم، لأنه أنت شخص مسؤول أكثر منهم. وطبعا كما ذكرت جمعية إنتاج بأنه عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة يتجاوز 8.7 مليون مستخدم، وتقدر نسبة انتشار الهواتف الذكية بأكثر من 90% من مجموع مستخدمي الهواتف المتنقلة. وبالتالي رح يكون عندك فرصة أنك تحمل أو تنزل تطبيق سيرادار على هاتفك الذكي، وتحاول أنك تساعد برفع الوعي وتتحمل المسؤولية ضد أي تجمعات اجتماعية أو غير اجتماعية من دورها أنها تساعد في نقل العدوى. بالتوازي مع الأخبار المرتبطة بأزمة فيروس كورونا، سمعنا عن خبر رائع جدا، نبيل جدا، ويدعو للتفاؤل والأمل خلال شهر رمضان المبارك، حيث تسلمت 25 أسرة عفيفة في لواء القصبة بمحافظة معان يوم السبت مساكن جديدة ضمن المبادرة الملكية لإسكان الأسر العفيفة، التي طبعا جاء إنشائها وتنفيذها بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ووفقا لأعلى المواصفات الهندسية والفنية. وطبعا تستهدف مبادرة مساكن الأسر العفيفة اللي أطلقت بتوجيهات ملكية عام 2005 وشملت جميع محافظات المملكة توفير الحياة الكريمة والمستقرة للأسر المستفيدة ضمن بيئة صحية وآمنة وتحسين الواقع المعيشي لهذه الأسر اللي أكيد تعد الأكثر عوزا واستحقاقا واللي بتحتاج للرعاية والاهتمام خصوصا بالتزامن مع شهر رمضان المبارك. وسلم رئيس الديوان الملكي الهاشمي معالي يوسف العيسوي مفاتيح المساكن الجديدة للأسر الأسر المستفيدة في معان. وطبعا احنا متأكدين بأنه هذه الأسر ستشعر بالمزيد من الطمأنينة والأمان والراحة والهدوء وراحة البال بها المساكن الجديدة اللي أكيد زي ما قلنا كانت مطابقة لأعلى المواصفات الهندسية والفنية بمكرمة من جلالة سيدنا. إن شاء الله يا رب ما بيبقى ولا شخص بهالبلد ساكن بظروف صعبة، وإن شاء الله إيد بإيد رح نقدر أن نتخطى أزمة فيروس كورونا ونتخطى كمان أزمة الفقر والجوع والبطالة اللي مش بس إحنا بالأردن عم نواجهها، وإنما هي معركة عالمية أصبحت. وكما ذكر جلالة سيدنا بلقاءاته السابقة بأنه إحنا لا نملك ترف الفشل، ويجب على العالم أن ينسى خلافاته ويركز لحل الأزمات الاقتصادية اللي نشأت على أثر أزمة فيروس كورونا. رح أحكيكم أيضا عن فنانة أنا بحبها كتير وبعتبرها أيقونة للفن العربي، لأنها قدمت نموذج مميز جدا عن المرأة العربية، عن المرأة المثقفة، عن الفنانة اللي بتقدر إنها ترفع اسم بلدها بمختلف المحافل الدولية، ودائما تكون مثال للموهبة الحقيقية والموهبة الملتزمة واللي بتقدم فن يليق بجمهورها. عم بحكي عن الفنانة التونسية العربية هند صبري. امبارح كانت ضيفي على برنامج سهرانين معكم بالبيت اللي بيقدمه الفنان أحمد فهمي والفنانة سيرين عبد النور على شاشة MBC. دائما عم بيتواصلوا مع فنانين وبيسألوهم عن الحجر المنزلي وعن نشاطاتهم وآخر أعمالهم الفنية إذا كانوا عم بيقدموا أعمال خلال الشهر الفضيل. امبارح الفنانة هند صبري كانت حقيقية جدا، لأنها كانت عم تحكي قديش انقهرت بأنه عملها لم يبصر النور خلال شهر رمضان 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا، تم توقيف التصوير. وقالت كل ما أشوف حدا من الفنانين عم بيطلع على التلفزيون أو عم بحضر حلقات لمسلسلات عم بقول إنه كيف يعني، ليش كيف لحقوا إحنا ما لحقنا. فكانت كتير حقيقية وما كانت خلينا نقول عم بتجمل الواقع، وإحنا تعودنا عليها هيك دائما، هي إنسانة بتحكي من القلب وإنسانة صادقة، لهيك قدرت إنها توصل لعدد كبير من الجماهير العربية بمختلف أرجاء الوطن العربي. لأنه ما قدرت إنها تكمل تصوير مسلسلها إلى جانب النجم أحمد عز، قررت هند صبري إنها تطلع بفيلم
فكرة جديدة من خلال قناة لها على يوتيوب اسم البرنامج أو الفكرة اللي عم بتقدمها مش مسلسل، لأنه مش مسلسل، ولكن هي عم تتواصل فيه مع عدد كبير من معجبينها اللي كان عندهم خطط معينة، وبسبب أزمة فيروس كورونا تم توقيف هاي الخطة. يعني زي ما هي كان عندها مسلسل ما قدرت إنها تخلصه، وهذا الإشي ضايقها، خصوصا إنه هي آخر عمل قدمته بالسواق الرمضاني كان مسلسل حلاوة الدنيا بال 2017، فكانت كثير متشوقة إنه تكون حاضرة وترجع بقوة على الشاشات العربية من خلال عملها بال 2020، ولكن زي ما قلنا بسبب أزمة فيروس كورونا توقف التصوير. فهي حبت إنها كمان تسأل الناس، تسأل متابعينها ومعجبيها شو الخطط اللي كانت عندهم، وللأسف توقفت بسبب فيروس كورونا. وأنا حضرت حلقة من مش مسلسل لهند صبري مع كوبل كان المفروض أنهم يرتبطوا ويتزوجوا، ولكن بسبب الأزمة تغيرت الخطط، وهي كانت عم بتحاول من خلال مختلف الحلقات أنها تساعد هدول الناس أو ترسم ابتسامة على وجوههم بسبب التأخير اللي صار بحياتهم. فمنحييك هند صبري، دائما مبدعة، وإذا ما كنت موجودة بالسباق الرمضاني 2020 رح نستناك لل 2021 واللي بعده واللي بعده، لأنه إحنا دائما واثقين بالرسالة الفنية المهنية اللي بتقدميها من خلال كل أعمالك سواء بالمسلسلات أو بالأفلام السينمائية. خلينا نشوف دقايق قليلة من مش مسلسل لهند صبري. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. أنا في البيت عندي في الليفينج روم، كان المفروض يبقى عندي مسلسل السنة دي، وللأسف بسبب الكورونا ما كملناش تصوير، فقررت إن أنا عايزة أشارككم أحاسيسي في الفترة دي. فأنا حدردش كده كل مرة مع ناس زي يعني كان عندهم بلانز وكان عندهم حاجة معينة هيعملوها في 2020 وما حصلتش زي ما هم عايزين، وعشان كده احنا سمينا الدردشة دي مش مسلسل هند صبري. معانا النهاردة محمد عيد وفرح. احنا اكتبنا في شهر 9 على اساس ان احنا قلنا خلاص احنا هنبدأ، يعني الفرح نفسه يبقى شهر 4 ومش عارفة ايه 3-4، واحنا يوم ما كنا بنحجز خلاص حصل بقى الموضوع ده. لا وفي مشكلة بقى اوحش، نحن هاي ممكن بلانت في امريكا. دلوقتي انا عايزة اعمل لكم اي حاجة عشان يعني برضو انا زيكم، يعني الشهر انا رمضان وانتوا شهر 3، كان عندنا مشاريع انا المسلسل وانتوا الفرح وما فرحناش، فعايزه اعمل لكم حاجه لذيذه هنزفكوا. الو ايوه ابو لا 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 حبيبي ازيك يا هم؟ كل سنه وانت طيب وانت بخير سعادة. عامله ايه؟ احنا مطقمين لابسين زي بعض. ها احنا الوان البهجه. وابو انتوا عارفين ابو بقى ابو هو بقى اب جديد، فبارك له برضو. الله يبارك فيكم، تسلموا عبالكم. وفرح وعيد فرحهم متاجل بسبب الكورونا والحظر كورونا. فعايزين نزفهم انا وانت، نزفكم على 3 دقائق. بحب 3 دقائق جدا. او احنا ممكن نصور ده، دي زفتكم لازم تصوروها. انت الحب طال قلبي ولا تنفال يا سيدي ايام لا تنفال. صح 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 ص